وعشرات آلاف أستاذ جديد في قطاع التعليم العالي من حاملي شهادة الماجستير والدكتوراه في أكبر عملية توظيف تعرفها الجامعة الجزائرية منذ الاستقلال. فقد شرع هؤلاء الأساتذة في إمضاء وتسلم محاضر التنصيب عبر مختلف المؤسسات الجامعية، حيث سيلتحقون بمقاعد التدريس في الجامعة بصفة أستاذ مساعد، كما سيخضعون لعملية تكوين في التكنولوجيات الحديثة والتقنيات البيداغوجية. نفهم من قرار رئيس الجمهورية، ربي يحفظه وشكرا له، قرار وزير التعليم العالي كذلك في هذا التوظيف الاستثنائي، وإن شاء الله نكون قد المسؤولية وقد المهمة اللي كلفنا بها. يوم سعيد جدا بمناسبة هذه العملية، عملية إمضاء أو إمضاء محاضر التنصيب. شهدنا سويا اليوم مراسيم إمضاء محاضر تنصيب للأساتذة الجدد الذين التحقوا بمؤسسة التعليم العالي بولاية الأغواط، جامعة عمار تليجي بالأغواط، والذي يبلغ عددهم حوالي 123 أستاذ في مختلف التخصصات. توظيف تاريخي شمل كل المؤسسات الجامعية بما فيها جامعة الأغواط وجامعة علوم الإعلام والاتصال التي تعززت بتنصيب 13 أستاذا جامعيا مساعد، فرصة للكلية لتغطية العجز المسجل على مستوى الأساتذة ومكسب نوعي للجامعة وللنسيج الاقتصادي. محور التوظيف، هذا المحور اللي ربما هي السابقة في تاريخ وزارة التعليم العالي أن يتم توظيف الأساتذة بهذا العدد الكبير من حاملي الماجستير والدكتوراه، توظيفهم كأساتذة مساعدين قسم با. طبعا هذا التوظيف التاريخي الذي ربما شمل كل مؤسسات قطاع التعليم العالي دون استثناء بما فيها كلية علوم الإعلام والاتصال وجامعة الجزائر 3، بالتالي طبعا كان الكلية نصيبها من حصة التوظيف هذه، حيث وظفنا 13 أستاذ تم إمضاء محاضر التنصيب. جهود متواصلة من أجل الرفع من المستوى الجامعي من خلال فتح حصة التوظيف لأكبر عدد ممكن من الأساتذة حاملي شهادة الماجستير والدكتوراه باعتبارهم نخبة علمية تساهم في تطوير البحث العلمي.